السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء الصف العاشر، حياكم الله في مادة التاريخ. الآن سوف نشرح ما معنى هيرودوث اللي هو المؤرخ الرحالة اليوناني اللقب أبي التاريخ. أرسطو هو فيلسوف يوناني تلميذ أفلاطون معلم إسكندر. كتاب الجمهورية كتاب ألفه أفلاطون وهو من أهم مؤلفاته. حروب البلوبينيز، حروب اللي حدثت سنة 430 للقرن، تنافس بين المدينتين أثينا وإسبارتا، دويلات المدن، ظهرت دويلات المدن بعد انهيار الحضارة الميكانيكية، حيث شكلت كل مدينة يونانية كيان مستقل، توفرت فيه الأرض والشعب والسلطة. قرطاجة هي مدينة تقع على الساحل الشمالي، طبعا تطلعت إلى التوسع على حساب المستعمرات اليونانية. السؤال الثاني، تشرف اليونان على مجموعة البحار اللي هي البحر الأيوني وبحر إيجا. الهدف الرئيسي للحروب اليونانية هو توسع الخارج اليونان. يطلق على إله الشمس عند اليونان اسم أبولو، وعلى إله الصيد اسم أرتيمس. المؤرخ الواقعي لقب أطلقه المؤرخ اليوناني توثيديس الأثيني. تنقسم المسرحية إلى نوعين هما الكوميديا وتراجيديا. السؤال الثالث، أسباب انتهاء سيادة إسبارتا، ظهور قوة جديدة ممثلة بمدينة مقدونيا. السؤال الرابع، استفاد المؤرخون من صناعة الفخار في تحديد الفترات الزمنية للحضارات القديمة. تميز فخار كل حضارة بزخارف ونقوش تميزه عن غيره من الفترات. أما السؤال الخامس، قارن بين نتائج الحروب اليونانية والحرب اليونانية والقرطاجية. الأولى حدثت 480 والتي انتهت بهزيمة قرطاجة. الثانية، حاولت قرطاجة السيطرة على جزيرة صقلية فانتهت بالصلح. الحرب اليونانية الفارسية، اتجهت المدن اليونانية إلى إنشاء حلف عسكري فيما بينها ضد الفرس لكنه فشل، ثم تدخلت إسبارتا لتقوية الحلف وسيادته، فاستطاعت في حرب بلتين من الانتصار على الفرس وإبعاد خطرهم عن حليفاتها من المدن. أما السؤال السادس، بده الفرق بين الجوقة والأوركسترا. الجوقة هي الكورس أو المنشدون، الأوركسترا اللي هي مكان الإنشاء. دمتم عافاني الله وإياكم، إن شاء الله نعيد حل الأسئلة على زوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.